التصريحات الأمريكية حول استخدام السلاح الكيماوي من قبل الدولة السورية بدأت منذ شهر الثامن آب 2012. حذر الرئيس الأمريكي وقتها من استخدام الأسلحة الكيماوية أو من نقلها، وقال إن ذلك يشكل خطاً أحمر، مهدداً بتدخل عسكري مماثل للذي تحدث عنه الرئيس الفرنسي وقتها أيضاً. أقولها بوضوح، سنبقى يقظين جداً مع حلفائنا للحؤول دون استخدام النظام السوري لأسلحة كيميائية، الأمر الذي سيكون للمجتمع الدولي سبباً مشروعاً للتدخل المباشر. كلام الرئيس الفرنسي وقتها جاء تحديداً قبل عام كامل باليوم من بدء تحرك جدي من أجل عدوان عسكري على سوريا. بعد عام كامل وقع المحظور، تم استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، والكل تعامل مع الأمر وكأن الدولة هي حكماً من استخدمه. ظهرت أدلة كثيرة، منها هذا الفيديو الذي يقول فيه من يصوره إن التاريخ هو 21 من آب، وهو ذات التاريخ الذي استخدم فيه السلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية بدمشق. الأقنعة الواقية من الكيماوي يلبسها المسلحون في ذلك اليوم، ووثق إطلاقهم للصواريخ. 21/8/2013 عملية تلويح الصرصار، لواء الإسلام استهداف قوات النظام الأسدي في القابون. الله أكبر. لوحوا بالتدخل العسكري ثم رأوا من استخدمه، فظلوا ماضين في العدوان، والتغطية الإعلامية مستمرة تغطي التحذير وتغطي العدوان، وقبله اتهام الدولة بأنها هي الفاعل. سد الفرات كان من الأماكن التي تم إدراك أهميتها الاستراتيجية والاقتصادية، ثم بدأ عقب دخول مسلحي المعارضة إليها التمهيد والتحذير كالعادة بأنه سيقصف ويدمر من قبل ذات الدولة التي أشادته وعملت على بنائه. هذه المحطة أطلقت شرارة التخوف من مقطع فيديو بدأ بسماء وانتهى بانفجار ظهر أنه بعيد عن السد، ثم قال التقرير إنه بالقرب من إحدى البوابات. نشأ الخطر كان بعد خروج هذه الصور الأسبوع الماضي، حين سقطت إحدى البراميل المتفجرة بالقرب من إحدى بوابات سد الفرات. وعند إجراء اللقاء مع من يصف قصف السد، قال مكتفيا بالإشارة بيده إلى موضع سقوط القذيفة التي قال إنها عطلت عمل عنفة، دون أن تقترب الكاميرا مجرد مترين لتصور آثار قصف برميل متفجر. اللقاء صوتا وصورة، وتتمة الحديث عن تغطية بعض المحطات للموضوع في تقرير لاحق.